نروح سريعا ونشوف الرؤيه الفنيه لمباراه امبارح الكابتن محمد عبد الله واحد من نجوم نادي الاهلي والزمالك السابقين. صباح الخير على حضرتك يا كابتن ومنورنا. صباح الخير يا استاذ مرجان وتحياتي ليكي وليحيى والاستاذ عمر. يا كابتن مصر صباح الفل عليك ومنورنا ووحشني. حبيبي يا حبيبي ربنا يخليك يا رب، انت وحشني وصوم طيب يا حبيبي. حبيبي عبد الله وانت طيب يا حبيبي. يعني خلينا نبتدي كده سريعا وفوز منتخب مصر امبارح 3 نقط مهمين ولكن الاداء برضو لسه مكملين في نفس الشكل في نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. شفت امبارح منتخب مصر اداؤه بشكل عام عامل ازاي في الاول كده، بعد كده نتكلم كده عن النقط بقى في المباراه. بص يا حلو، هنتكلم بلغه الكره زي ما بيقولوا، يعني هو الاداء طبعا سيء جدا يعني للاسف. يعني المكسب امبارح هو المكسب 3 بونت فقط لا غير، انما انت لو بتتكلم على اداء من بدايه البطوله ماتش نيجيريا او الماتش بتاع امبارح غينيا، لا طبعا الاداء احنا بعيد تماما عن البطوله، احنا ما دخلناش لسه حتى اجواء البطوله، لا جهاز فني ولا لعيبه. انما اتمنى طبعا يعني على الاقل يبقى نتعلم من الاخطاء، يعني انت كل مباراه عندك اخطاء كارثيه، كان في تغييراتك في ادارتك للمباراه في الاجواء اللي انت عايش فيها. اتمنى ان الكلام ده فعلا نتلاشاه الفتره اللي جايه. انت عندك ماتش السودان ماتش مهم برضو، انت لسه على خدنا خطوه حطينا رجل للدور الثاني، انما لسه نحط رجلينا الاثنين بعد ان شاء الله بعد مكسب السودان، وبعد كده نفكر بقى ان انت يعني على الاقل كده هتطلع تاني مجموعه. فانت داخل في مواجهه صعبه جدا، ان هو يبقى يعني الخصم اللي جاي هيبقى الجزائر، وكله بس زي ما بقول لك كل ماتش وليه حساباته. انما لو هتكلم على اداء، لا احنا بعيد تماما، احنا ما رحناش البطوله لحد الان، لا جهاز فني ولا لعيبه. كابتن محمد خليني ابدا بقى اتكلم معاك عن نقط بعينها في المباراه تبعناها. المباراه اللي فاتت حصل تغيير، يعني احمد سيد زيزو كان نازل كبديل، في لحظه نزوله الناس بدات اللي هو يا فرج الله ممكن نشوف اوفرات بتنزل كده في ال 18 ونشوف راسيات من قبل مصطفى محمد اللي بيتالق فيها، في نفس اللحظه اتهدت الامال دي لان خرج على طول مصطفى محمد. نفس السيناريو بالظبط برضو حصل في مباراه امبارح، فشال مصطفى محمد مع نزول احمد سيد زيزو. تعليق حضرتك برضو على النقطة دي بالتحديد لأن هي ممكن تكون مثيرة للجدل فنيا إلى حد ما. بص يا أقول لك مريان على حاجة، لو احنا هنتكلم على مباراة نيجيريا ناخدها مباراة مباراة، انت بداية تشكيلك حتى في البداية غلط. أولا اللي أنا أعرفه قوة صلاح قوته على الخط، انت ما بتلعبش، هو ما بيلعبش سترايكر صريح يعني. وقوه مصطفى جوه الصندوق، ان الراجل محطه كويسه، بيعرف يشتغل بدماغه، بيعرف يسند اللي جاي من تحت. كل الكلام ده انت لغيته لنا في ماتش نيجيريا حوالي 60 دقيقه، وبعد ما عملت ال 60 دقيقه والكوارث اللي حصلت ضيعنا شوط كامل وحوالي ربع ساعه من الشوط الثاني. في ظل نزول زيزو اللي هو الراجل المميز اللي عنده اختراقات بيعمل كروسات بشكل كويس، شلت الراس حربة الصريح بتاعك اللي هو مميز ان هو بيعرف يلعب بدماغه بشكل كويس، اللي هي الميزة الكبيرة اللي عنده مصطفى اللي احنا افتقدناها في ماتش نيجيريا وافتقدناها امبارح. فلو هو مش دارب اللي بيحصل ده، على الاقل الجهاز المعاون ليه لازم يتكلم. كان عنده 100 سيناريو الماتش اللي فات يقدر يغير بطريقه اللعب، وامبارح نفس الحال، حتى تغييراتك مش يعني مش ايجابيه، تغييراتك انت بتهد الفرقه. كان ممكن لازم مصطفى كان يبقى موجود، صلاح يلعب على الطرف حتى في ماتش نيجيريا، عندك تغيير كان ممكن تعمله، يعني انت نزلت محمد عبد المنعم، كنت ممكن تشيل محمد عبد المنعم تاني وترجع سيد زيزو. على فكره سيد زيزو بيلعب باك رايت لعبه في نادي الزمالك، صحيح، وكان برضه كنت تقدر تشتغل بمصطفى محمد وتزود الحته الهجوميه شويه، انما للاسف برضه انت عملت حاجه عكس المتوقع. يبقى انت اساسا مش قاري اللعيبه في مصر بتشتغل ازاي، او انت مش ما كنتش متابع ليهم بشكل جيد. ماتش امبارح نفس الحل، انت بتطلع برضه مصطفى محمد في ظل ما انت عندك اطوال بتلعب فرقه فيها كم اطوال. طب صلاح ما بيلعبش بدماغه، عمر بربوش نفس الحل يعني. طب انت مين المفروض اللي يشتغل بمحطه وانت ما عندكش غير مصطفى محمد او محمد شريف، وانت كسبان 1-0، والمفروض برضه ان انت بتشيل الفيرود بتاعك، انت بتزيد الضغط من على او بتقل الضغط من على المنافس اللي بيلعب قصاده. فكان المفروض على الاقل الناس اللي معاه لازم تتكلم معاه بشكل كويس، لازم توضح له الامور بشكل كويس، ان احنا كده رايحين في يعني في نقطه مش احنا مش حابينها، وان احنا مش عايزين نكرر مثلا السنين اللي فاتت اللي كانت قبل كوبر اللي احنا كنا بره البطوله على طول. ربنا كرمنا وعندنا مجموعه لعيبه كويسه. انت بحضرتك باختياراتك ظلمت ناس وسبت ناس،
يعني برضو انا شايف مع كل الاحترام تريزيجيه مش بكمل فورمته، انت ظلمته. صحيح. راجل بقاله حوالي 8 شهور لعب 10 دقايق في استون فيلا، جه بياخد مباراه تقيله زي مباراه نيجيريا امبارح، بتديله انت بتكشفه الراجل لا فنيا ولا بدنيا جاهز. هو بعيد خالص. ان انت كان عندك كوادر هنا في مصر تقدر تشتغل بيها، مع العلم ان انت اشتغلت بيها في البطوله العربيه، ان كان احمد رفعت او احمد عبد القادر، عندك حلول كتير في مصر، عندك ممكن خلاص انت يعني ما جبتش الاثنين دول معاك، عندك سيد زيزو الراجل رجليه في الملعب ومن احسن الناس طبعا فترات الاخيره في الدوري المصري، ورجليه ثابته في الملعب ومستواه ثابت، فما بداش بيه ليه؟ وحتى احنا في شغل الكوره عندنا احنا بنقول اللي بيفنش كويس ممكن نبدا بيه. طب سيد زيزو مفنش ماتش نيجيريا بشكل هايل جدا، وهو اللي نزل وعمل لنا حاله وخلى شكل الفرقه على الاقل بقى تحس ان التلت الهجومي عندك بقى ليه شكل وليه طعم زي ما بيقولوا. طب انت ما بداتش ليه ماتش امبارح ليه؟ مع العلم ان احنا برضه بلغه الكوره ماتش في المتناول يعني، انما صح. للاسف انت حتى نقطه القوه اللي عندك ما بنستغلهاش بشكل كويس. كابتن عبد الله، يعني لو اتكلمت في التصحيح او وجهه النظر بالنسبه للراجل هناك والجهاز الفني المعاون ليه، زي ما انت بتتكلم ان هو لازم يتكلم مع الراجل ولازم يقول له اللي حاصل، شايف من وجهه نظرك هل تغيير طريقه اللعب مش مناسبه للعيبه اللي موجوده معاه؟ هل عدم التوظيف الخاطئ لبعض اللعيبه اللي موجود هي دي اسباب الظهور لمنتخب مصر بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ بص اقول لك على حاجه يا حياتي، لو هنتكلم على طرق اللعب المفروض اللعيبه دي واخده على اي طرق لعب، انت بتتكلم في فرز اول زي ما بيقولوا، دول صح. اعلى فئه في مصر، انت بتمثل يعني اللي بيلبس تيشيرت منتخب مصر ده هو نمره واحد. صحيح. يعني انا عندي المرونه وعندي القدره ان انا اشتغل على اي تكتيك، ان اشتغلت 4 3 3 اشتغل 3 4 3 اشتغل 4 3 4 2 3 1 ايا كان، هي طرق اللعب مش مشكله، يعني هي كل المشكله مين اللي يقدر ينفذ ومين اللي يشتغل. وزي ما بقول لك حته التوظيف، انا كباك رايت، انا كمحمد عبد الله هبقى مبدع في مكاني غير لما اجيب مثلا زي محمد عبد المنعم، هو الاصل مساك انت فاهم، فهيبقى لما يجي يشتغل في المكان زي ده هيشتغل فيه مؤدي، هيعرف يدافع بشكل كويس، هيقف كويس، انما عشان يبدع فيها ما عندوش الابداع. انما انا بكلمك يعني انت بتتكلم في طرق لعب، لا طرق اللعب واحده هي، بس مين اللي ينفذ ومع فكر مين، وانت اساسا انت مش اشتغلت على حاجه زي كده ولا احنا بنشتغل بس يعني هي طرق لعب وخلاص او توظيف لعيبه وخلاص ونقلب الطريقه؟ لا برضه انا مش هاجي اقول للعيب اعمل لي حاجه وانا ما اشتغلتهاش معاه. صحيح. هل بالنسبه لك يا كابتن محمد فكر المدرب واضح؟ يعني فكر مستر كارلوس كيروش ورؤيته الفنيه وخططه جمله، يعني اي حاجه الهويه بتاعت منتخبنا الوطني ظاهره باي شكل بما بقى يتناسب مع رؤية المدرب، شايفها ازاي؟ لا احنا لحد لما مالناش هوية للأسف. لا إله إلا الله. مالناش هوية، هو كل الشغل اجتهاد فردي. والله أنا بكلمك الحقيقة، احنا بص يا مريان، احنا مش هنضل بعض، وفي الأول وفي الآخر ده كيان بلد. وبنلعب باسم منتخب مصر، واسم منتخب مصر اسم كبير. فاحنا ما عندناش الاستعداد، أنا آسف في اللفظ، إن احنا نروح نتهان في بطولة انا شايفها يعني امبارح كانوا طمعانين فينا يا كابتن، يعني كانت باينه جدا منتخب زي غينيا بيساو كان طمعان فينا وعايز يعمل علينا ماتش ويكسبنا. طمع من مين طبعا؟ بالظبط، الطمع من مين؟ انت اديتي الفرصه للناس دي انها تخش الجيم معاكي بدري، انت اديتي الفرصه للناس دي انها تركب وتخش يعني بدايه الشوط الثاني، بدل المفروض انت طالع والمفروض ان انت الشوط الاولاني مفنش بشكل كويس، يعني لازم يبقى عندي الحافز الشوط الثاني يبقى اعلى، ان انا لازم اقدر اجيب جون واثنين، مع ان انت ضيعت كوره في العرض صلاح وكره في العرض لمصطفى محمد. صحيح. وكان ليك شكل الشوط الاولاني على الاقل، بس مش الشكل اللي هو اللي يخوف، ما عندكش الشراسه. حتى بقول لك على حاجه، نص الملعب يعني المفروض نص الملعب يبقى اقوى من كده، انت بتلعب اثنين الاثنين لعيبه كوره جدا، بس ما عندكش اللعيب اللي عنده الشراسه الدفاعيه. طب انت عندك حمدي فتحي ده من الناس الملتزمه طول الموسم مع النادي الاهلي ومن افضل الصفقات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي الفتره الاخيره، وراجل مستواه ثابت الفتره الاخيره، تمام؟ خدته معاك لعبته البطوله العربيه من افضل الناس في المنتخب، تجيبه ماتش زي ده وتشيله من نص الملعب، دي برضه نقطه يا ده لغز. مع العلم اللعيب الوحيد اللي بيعرف يقطع السوليه لعيب كوره بصير كويس يقدر يشتغل في التلت الهجومي، نفس الحال النني، الاثنين دول ما عندهمش شراسه دفاعيه ان حد يقدر يقطع كوره او يجي يشتغل على الكوره الثانيه بمعنى صح. نص ملعبك امبارح بتلعب الثلاثه ما عندهمش شراسه دفاعيه، عشان كده انت تحس مالكش هويه او مالكش شكل، ما الكره الثانيه بتاعتك مش قادر تجيبها على طول بشكل مستمر عشان الهجمه تفضل شغاله معاك على طول.
فانت بتعمل حاجات برضو عكس متوقع، يبقى ناس شغاله بشكل كويس وناس بتبدا بشكل كويس وماشيين، فجت لهم مقعدهم تغييره كويسه، انت رجعت مين الجين حتى لو انت كنت خسران وشكلنا وحش، بس على الاقل انت فنشت بشكل كويس في ماتش نيجيريا. تيجي الماتش اللي وراه تروح مقعده، طب ازاي تجيب لعيب مثلا زي ما بقول تجيب لعيب من البيت وتروح ملعبه، مع العلم ان يعني عبد الله سعيد بقاله فتره لا اشتغل معاك في البطوله العربيه ولا حتى خد ماتش نيجيريا، وامبارح بتبدا بيه، طب ازاي؟ ففي حاجات يعني انت عارف يعني حاجات مش مفهومه، مالكش هويه بمعنى اصح. كابتن عبد الله، مشاكلنا في الثالث الهجومي، مشاكلنا في الثالث الدفاعي، مشاكلنا في نص الملعب، شايف المشاكل او ابرز السلبيات اللي موجوده في منتخب مصر؟ وهكلمك كمان عن عبد الله السعيد، هل وجود عبد الله السعيد مفيد في الوقت الحالي لمنتخب مصر ولا لا؟ بص اقول لك على حاجه، يعني انا مع كامل الاحترام لعبد الله بحبه جدا، وكنت اتمنى ان هو يعني يظهر في البطوله احسن من كده، ان كان هو ولا تريزيجيه، بس انا بقول لك الاثنين دول ظلموا نفسهم. الاثنين دول فعلا كان عبد الله لازم يعني يحترم تاريخه ويحترم الفتره اللي فاتت، لان انا فعلا مش قادر دلوقتي ان انا ادي في منتخب مصر، كنت لازم اعتذر واقول كده كفايه. تريزيجيه نفس الحل، انا ما يجيش ما اخدش اثنين لعيبه الاثنين كبار في الاسم، بس دلوقتي انت عايز اللي يقدر يجاري الامور، اللعيب الكبير في الملعب مش في الاسم. انا في وقت الحدث دلوقتي عايز اللي يقدر يأدي لي بالظبط كده، اللعيب الكبير في الملعب يعني، فانا عايز اللي يقدر يأدي، يعني زي مثلا عمرو كان بيتكلم دلوقتي على ايمن اشرف، يا ريت فعلا عندنا اثنين ثلاثه زي ايمن اشرف، عندهم قوه وشخصيه وحماس وروح وقلب، حد يعني زي اكرم توفيق يعني ربنا يشفيه يا رب ويرجع لنا بالسلامه، فانت محتاج الناس دي. فانا كان شايف ان ممكن فعلا خروج قفشه ظلم، خروج احمد رفعت ظلم، خروج طارق حامد ظلم، خروج احمد عبد القادر مكسب ان شاء الله، ده يبقى حاجه على المستوى الفني والفردي واللعب الجماعي حاجه محترمه، وعلى المدى البعيد هيبقى ده حد مكسر الدنيا هنا في مصر ان شاء الله. ففي لعيبه كتير فعلا اتظلمت، يعني اختياراتك ممكن ما تكونش موفقه مثلا في 3 4 اسماء انت خدتهم معاك، انما كان لازم على الاقل انت معاك برضو اسماء تقدر تشيل. صح، انا برضو لغز امبارح ويوم ماتش نيجيريا، عمر مرموش بره، يعني مش عايز اقول لك مثلا ايه، بره نطاق الخدمه زي ما بيقولوا، بقى له ماتشين وانت مصمم ان انت بتفنش بيه، خلاص هو مش في حالته، انت بتظلمه. انت كمدير فني بتظلمه، الراجل مش في حالته لا في ماتش نيجيريا ولا امبارح، ومصمم عليه، انت لو متعمد ان انت تخلو شكله وحش برضه مش هتسيبه يكمل 90 دقيقه. صح، يعني ففي حاجات كده انت مش فاهمها برضه، او الراجل ده بيفكر في ايه، مع ان انت عندك برضه دكه كويسه، يعني لو بصيت على الدكه محمد شريف راجل مكسر الدنيا في نادي الاهلي، ومن ربع فرصه بيجيب جون. صح، ماتش نيجيريا بتنزله في الدقيقه 89 ولا الدقيقه 90، طب هيعمل ايه؟ ماتش امبارح برضه يعني تغييراتك حتى مش في توقيتاتها، فاتمنى طبعا ان شكل الفتره الجايه يتعدل عن كده، وان شاء الله تعدي المرحله دي، وان شاء الله اكون الماتشين دول كبوه زي ما بيقولوا، ان شاء الله يبقى تعديل المسار ان شاء الله ماتش السودان باذن الله ان شاء الله. طب كابتن، يعني الشوط الثاني امبارح بدا من اول كده ما بدات الاحداث وباين جدا ان احنا مستوانا اقل وان هم افضل مننا، والتغييرات مش طول الوقت احنا بنكون بنشوفها الصدى بتاعها علينا جيد، فايه اللي خلانا يبقى في الشوط الثاني ادائنا اسوا من الشوط الاول؟ يعني دي بترجع بقى لكلام المدير الفني، انت عايز ايه؟ بصي، في ناس تقول لك ايه الشوط الثاني شوط مدربين، مفيش حاجه اسمها شوط ثاني شوط مدربين، الشوط الاولاني زي الشوط الثاني، ان الراجل ده هو اللي بيحط التشكيل، هو اللي بيحط الرتوش الاخيره وكلامه الاخير مع الفرقه، هو اللي بيدير الشوط الاولاني، هو اللي بيدير الشوط الثاني. فايه الفرق اللي حصل بكلامك قبل المباراه وكلامك بين الشوطين؟ دي اللي ترجع لك انت، في كلام اكيد، في تحفيز، في تغييراتك تبقى لازم تغييرات مؤثره، كلامك بين الشوطين لازم يبقى كلام ايجابي، ان انت فعلا يبقى ليك الشراسه الهجوميه تقدر توصل وتقدر تخلص الجيم بدري. الكلام ده بيتقال فعلا ولا في حاجه ثانيه بتتقال؟ احنا مش جوه المطبخ او جوه كواليس معاهم، هو اقدر واحد بالفرقه دلوقتي، هو اللي عارف بيشتغل ازاي، هو طريقه لغه الحوار اللي بينه وبين اللعيبه. انما ان انت تنزل الشوط الثاني في ظل ما انت محتاج ان انت تكسب، وعلى الاقل مش هقول لك واحد واثنين، لا انت محتاج ان انت تجيب 3 بونت وخلاص، لان احنا كنا في موقف صعب امبارح. انت ان انت الفرقه تبقى في حاله كويسه الشوط الاولاني ومفنش كويس جدا، والشوط الثاني تلاقي فرقه غير الفرقه، لا يبقى القصور عندك انت. حتى برضه انا بقول لك المدير الفني الشاطر والناجح مع كل الاحترام لتاريخه، انا عارف ان كروش يعني تاريخ عظيم
والناس كلها عارفه الكلام ده. بس انت لازم تغييراتك تبقى تغييرات مؤثره. المدير الفني زي ما بقول لك الناجح اللي تغييراته اللي تنزل تقلب الجيم طبعا، زي ما اتكلمنا على ماتش نيجيريا لما قلنا زيزو نزل وقلب الجيم. هو تغيير مين؟ ما تغييره مش احنا اللي غيرنا، هو اللي غير، هو اللي قال الجيم. فكنت اتمنى ان تغييرات امبارح برضه تبقى تغييرات مؤثره وفي توقيتاتها، ان هي تقدر تسعف يعني تسعف اللعيبه اللي جوه الملعب وتقدر تخليك انت على الاقل انت اللي ليك الكلمه طول ال 90 دقيقه. يعني اتمنى ان يكون في لغه حوار زي ما انت بتقول يا كابتن عبد الله ما بين الراجل وما بين الجهاز اللي معاه، وده مهم جدا، وما بين الراجل وما بين اللعيبه. شايف الماتش الجاي ماتش السودان ده مطلوب طبعا، ماتش مهم لينا، محتاج 3 نقط. وشايف الانسب ايه يعني من وجهه نظرك كده؟ زيزو يبدا المباراه، تريزيجيه بعيد، عبد الله بعيد، ممكن مرموش ما يبقاش موجود، ممكن نشوف رمضان صبح. يعني قول لنا كده التشكيل من وجهه نظرك لو هتحط تشكيل مباراه منتخب مصر والسودان. انا التشكيل من وجهه نظري طبعا، انت بعد اصابه الونش ما نعرفش ممكن يعني الماتش الجاي يبقى فيه فرصه ولا ما فيش. طبعا زي ما انت فنشت عندك عبد المنعم، ايمن اشرف باك ليفت ممكن يشتغل، عندك محمد عبد المنعم يشتغل مساك، عندك حجازي، عمر كمال اشتغل بشكل كويس امبارح. نص الملعب هو اللي ليك كلمه. ممكن عندك حاجه اساسيه ما ينفعش يطلع من الملعب، حمدي فتحي ده ما ينفعش يطلع من الملعب. وممكن تشتغل بالثلاثي او النني، واحد من الاثنين. الاثنين ما ينفعش يلعبوا نفس مع بعض في نص الملعب. وممكن عندك تحط زيزو، على فكره زيزو يقدر يلعب في الحته دي لو انت بتلعب 4-3-3. زيزو بيلعب ثالث في نص الملعب على فكره، ممكن يشتغلها بشكل كويس وهيعمل لك اضافه في الثلث الهجومي كمان. وعندك صلاح وعندك مصطفى محمد، عايز تبدا بعمر ممكن تبدا، عايز تبدا برمضان ممكن تبدا، ما عندكش مشكله في الحته الهجوميه او الناحيه الهجوميه يعني عندك حلول فوق. بس انا بكلمك ايه الاهم؟ صح، الاهم 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 نص الملعب. نص الملعب ده زي ما بقول لك من زمان كنا بنسمع الكلمه دي حتى واحنا عيال صغيره، قبل ما يقول لك نص الملعب ده رمانه الميزان او هو الفرقه. طول ما نص ملعبك مظبوط صدقني الفرقه دي هتبقى يعني هتبقى فرقتك كويسه. بالظبط، اللي ماسك نص الملعب هو اللي بيكون ماسك زمام الامور الى حد كبير، واللي بنأمله ان احنا نكون بنأدي مباراه تليق باسم مصر. وانا كده كده حاطه في دماغي ان منتخب السودان اي منتخب بيكون داخل ما عندوش حاجه يخسرها هو بيشكل عليك خطر، فاحنا لازم نكون عارفين ان مفيش مباراه سهله، وان شاء الله المباراه القادمه نكون بنأدي فيها مستوى يليق بعقليه التاريخ بتاعنا الكبير جدا ويكون مرضي بالنسبه لنا. بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمد، نورتنا طبعا، واحد من نجوم نادي الاهلي والزمالك السابقين كابتن محمد عبد الله كان معانا، ولكن